ابن حزم يحدثنا في احد رسائله في احدى عفوا رسائله تقريبا عن 13 امير مؤمنين بويع لهم في يوم واحد بالاندلس. 13 خليفه في يوم واحد، مهزله. طبعا ما في اراء فقهيه ينفع واحد يبايع واحد بصير خليفه يعني خلاص. فبيطلع منا احنا 500 بيطلع منا ان شاء الله 250 خليفه من 500، شيء حلو برضو كثير يعني. كل بتنعم ايه بسلطه انه خليفه باللقب اللي رمزي، رمز الفاشيه للاسف الشديد. وبعضهم يقول لك حكم المتغلب، ما دام تغلب وخلاص وهو فاضل في نفسه يسد الثغور سلم له. تذهب الأمة، تغتال الأمة والله العظيم، تموت كل طاقاتها يا إخواني. ولذلك لكي نلخص، علينا ألا ننتظر عمر أيها الإخوة، بل علينا أن نفكر في النظام الصالح الذي نحكم به. صدقوني في وجود نظام صالح لن يأخذ يعني ذا أهمية كبيرة أو كبرى أن يكون الحاكم نفسه صالحاً في نفسه، لأنه أول ما يبدو عليه السوء والانحراف يؤخذ من أذنه، يخضع لمحكمة قد يقضي بقية حياته في السجن. يلا برا انزلخ ويأتي غيره. لكن للأسف ينتصب لك بعض الفقهاء للأسف الفاشيين، هذه فاشية، يقول لك لا، لا يجوز تقييد مدة الحاكم. الحاكم يأتي يحكم مدى الحياة. من أين؟ أين الديع الكلام الفارغ هذا؟ هذه أسبقيات تاريخية لا تعني شيئاً بالنسبة إلينا، أسبقيات ليس لها أي قيمة تاريخية، أي قيمة تشريعية على الإطلاق. لو استظهر هؤلاء بالثقلين والله العظيم لعجزوا أن يدفعوا عن إيه؟ عن هذا الرأي السخيف، إنه لا يحكم إلى أن يموت، إلى أن يزحزحه عزرائيل عن عرشه. لا، مش صحيح. ممكن بعد 5 أشهر نعزله، يلا برا ولو حاكم. تشرشل مرة قال، شوف يقول لك الكفار، تشرشل مرة قال أنا اقترفت من المخالفات والجرائم خارج بريطانيا، طبعا كمستعمر كبير رئيس وزارة، ما لو اقترفت بعضه في بلدي لقضيت بقية حياتي في السجن. عارفه بحطوه في السجن من غصب عنه، من غصب عن كرش، وما فيش والسيجار تبعه ولا بيحترموه، لا بيحترموه كرشه الكبير في السجن. دخل مرة إلى مبنى البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، لكي يلقي بيانه للأمة الإنجليزية. متى؟ في الحرب العالمية الثانية ضد النازي، وضع صعب جدا، وضع الدماء والدموع كما وصفه. وداخل رئيس الوزارة تشرشل ومعه السيجار الشهير تبعه، دائما كان بيدخنه هذا السيجار. فقال له الموظف، موظف بسجل الصوت يمكن او مسؤول عن الإضاءة، سيادة رئيس الوزراء من فضلك اطفئ سيجارك، ليس مسموحا بالسيجار هنا. اطفأه من فوره، موظف ولا شيء ولا بسوا حاجة، اطفأه والقى الكلمة الرجل، بيان حربي. ثم انسحب، ألقى نظر عن الموظف، أحس كأن الموظف دخله شيء من وجل وقلق، فعاد إليه يعزيه ويؤنبه. قال له أخائف أنت؟ مما تخاف؟ أنت طبقت القانون وهذا ما ينبغي عليك، شكرا. خرج. هكذا ينتصر هؤلاء، انتبهوا، وهكذا ننهزم بالفرعون الذي يريد أن يلبس لباس الفراعنة ويركب عربة فرعونية. رحنا في 60 داهية، انتبهوا. قالوا ما فيش، أنت طبقت القانون. هكذا أشياء تذكر بتراث المسلمين المجيد، عاد بعمر وعلي وأبي بكر، هذا موجود في الغرب هذا، والحكايات كثيرة جدا أيها الإخوة. فمحمد عبد رحمة الله عليه للأسف الذي أرادنا أن نقتنع بفكرة المستبد العادل، وقال أين للشرق، أين للشرق من مستبد عادل ينجز ويجري الله على يديه في 5 سنين ما لا ينجز على يد غيره في 50 أو في 500 سنة. كلام فارغ محمد عبده، هنا زل محمد عبده، زل لا يقال لصاحبها لعاء، يعني لا يقال أقاله الله، لأنه هذه زلة كارثية. النموذج الأكبر في السياق الأوروبي للمستبد العادل من هو؟ تعرفون ما معنى مستبد عادل؟ كان يعطي الأمة كشف ذمة، كشف حساب، يعني كشف حساب، يقول لهم أنا إيش أنفقت وإيش أخذت، وهذه أملاكي وهذه أملاك أولادي وأملاك وزرائي، وحسبوني. نعم، فريدريك الأكبر ملك بروسيا، قاهر الملكات، تغلب على كاترين الثانية وتغلب على ماريا تيريز وعلى ملكة إسبانيا، سموه قاهر الملكات. الذي لجأ إليه فولتير، فرانسوا فولتير المستنير العظيم، فيلسوف الاستنارة، لجأ إليه، وهو الذي سماه المستبد المستنير أو المستبد العادل. وبالمناسبة كاترين الثانية كانت مستبدة عادل أيضا، جوزيف الثاني في النمسا كان مستبدا عادلا، جوستاف الثالث في السويد كان مستبدا عادلا، كثيرون. لكن أشهر هذه النماذج للمستبد العادل فريدريك الأكبر. انظروا إلى خطته وكيف بدأ وكيف انتهى. قال في آخر حياته: لقد عقدت مع الشعب اتفاقا أرضانا كلينا،
أنا راض به والشعب راضي به، يقولون لي ما يشتهون وأنا أفعل ما أشتهي. هذا المستبد العادل. يقرر عنك، انتبهوا.